كل حديث أو أي حديث عن الألوان والانتماءات في هذا التوقيت، لأن كلنا أمام تحدي يواجه كل المصريين، وكلنا بنفكر في كيان واحد هو بلدنا الغالية جدا علينا مصر، وكيفية تخطي بإذن الله الخطر اللي طبعا محيط بينا في هذه المرحلة. وده كلام طبعا عقلاني وأكثر من رائع. دكتور هشام، إيه هو فيروس كورونا؟ أنا عايز أقول لحضرتك حاجة بالنسبة للانتماءات. العالم كله الآن يا أستاذ محمد لفظ الحرب فيما عدا بتاع كوريا الشمالية. يعني إيفن سو هو بيحاول يعني يطلع صواريخ بلاستيكية وكده، لكن الشيء الجميل إن العالم كله دلوقتي بيصطف كبنيان واحد دون النظر إلى الانتماءات السياسية. الحروب اللي كانت في العالم كلها، احنا مش سامعين حاجه دلوقتي. الحاجات اللي كانت بتحصل في ليبيا، في سوريا، كله وقف علشان موضوع كورونا. فطبعا الانتماءات، احنا بننتمي الى العالم الان، حتى المنظومه العالميه دلوقتي كلنا بنحارب هذا الفيروس السعيد. فيروس كورونا نبتدي من بدري شويه، سنه 2002. طبعا هو فيروس كورونا ده مكتشف من الخمسينات، لكن سنه 2002 ابتدى في الصين أول نوع يسبب وباء وليست جائحة، وهنقول الفرق بين الاثنين. اللي هو فيروس وليست جائحة. يعني إبيديميك أو بان إبيديميك. باختصار شديد الوباء هو اللي موجود في بلد اثنين في قارة، لكن لما يطيح بالعالم ويجتاح العالم كله ده بنسميه جائحة أو بان إبيديميك. فكان في وقت 2002 لو نفتكر السارس ده ما هو إلا كورونا. ده أول كورونا عرفناها تعمل وباء. السارس ده لو نفتكر كان في الصين وما انتشرش قوي في العالم، و8000 حالة مقارنة النهاردة ب400,000 حالة كورونا لغاية اللحظة دي. ف8000 حالة منهم حوالي 400 أو 500 وفيات. فده كلام بالنسبة لما نراه الآن كلام سهل وميسور وانتهى. وبرضه عايز أقول حاجة، إن الفيروس ده انتشر من الخفافيش. هم المشكلة في الصين الحقيقة أستاذ محمد إن هم بياكلوا كل حاجة، أي حاجة بتسير في الأرض، حشرات، كائنات حية بياكلوها. والغريب إن هم بيمسكوها بإيديهم ويمكن يشووا، او يعني المهم بياكلوها. فعلشان كده الخفافيش بتنقل امراض كتير جدا جدا جدا، والقوارض ومن ضمنها السارس ده. انتهى في 2004 وما سمعناش عنه تاني. ده اول كورونا نسمع عنها بضجه شديده جدا. سنه 2012 حصل ما يطلق عليه بالكورونا الثانية أو ميرس. ميرس ده عبارة عن كورونا، اختصار ميرس ده اللي هو عبارة عن متلازمة الجهاز التنفسي الشرق أوسطية، لأن ده كان موطنه فين؟ في السعودية. هل هو المعروف أيضا اللي هو يعني بين المواطنين في مصر بيستخدموا مصطلح متلازمة الشرق الأوسط؟ هو ده. تمام. فده كان بينتقل برضو عن طريق حيوانات، بس المرة دي الجمال. والسعودية مشهورة طبعا ان هي كان عندها الحالات 4000 حالة، الوفيات 500 او 400. العدد برضو محجم لانه بيتنقل عن طريق الحيوانات اكتر. يعني اذا كان الخفافيش او اذا كان الجمال، من السارز للمرز الاثنين واحد، إلى أن اجتاح العالم في 31 ديسمبر 2019، وده جاء تسمية الكوفيد 19. كوفيد 19 سي او اللي في الأول دي معناها كورونا، في آي يعني فيروس، دي يعني معناها مرض أو ديزيز، 19 لأنه ابتدى في آخر يوم في سنة 2019 اللي هو 31 ديسمبر. في مقاطعة أو ولاية صينية اسمها ووهان، في بلد أو مدينة اسمها هوبي، ووهان دي 60 مليون صيني بيعيش فيها. هنقول دي مقاطعة كبيرة، لا، في مقاطعات أكبر، لكن ابتدى. المشكلة إن هو
لسه الكلام ما نعرفش قوي، العلماء ما يعرفوش قوي ولا احنا نعرف هو موطنه ايه، لكن برضو من الخفافيش والقوارض هي نفس القصة. بس الجديد في الموضوع بقى ان هو بينتقل بضراوة شديدة من الانسان الى الانسان. طب هل عشان قبل ما نتكلم عن آليات او طريقة وكيفية انتقاله وبالتالي كيفية الوقاية منه او اخذ كل الاجراءات الاحتياطية او الاحترازية، حضرتك واضح من كلامك وحضرتك صحح يعني اذا ما تقصدوش انه حضرتك مش مع الاجتهادات اللي بتذهب لسيناريو انه شيء مخلق معمليا. ايوه حضرتك مع انه ظهور هذا المرض بشكل طبيعي. هو في حاجه المشاهدين يعني ما نقدرش نقولها قوي بالتفصيل لانها علميه قوي، صعب جدا ان هو مخلق لو قلناها بشكل مبسط. هو الفكره ان هو شبه تماما السارز الاولاني، عشان كده سموه سارز 2. هو بيحصل تحورات في كل الفيروسات اللي في الدنيا. يعني فيروس سي احنا كنا بنشوف منه تحورات كتير، فيروس بي تمام، الانفلونزا لو نفتكر انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير، ودايما الفيروسات شأنها شأن امراض كتير بتنتقل من الحيوان الى الانسان. يعني انفلونزا الطيور كان كده، انفلونزا الخنازير كانت كده. المشكله ان هو غير مخلق. وبعدين في نقطه تانية، لو كان هو سلاح بيولوجي او مخلق طب ما انتشر في العالم كله، معروف ان دي زي ما قلنا بان ايبيديميك، يعني اللي بيصيب لو كانت امريكا هي اللي عامله كده وعملت كده عشان اقتصاد الصين زي بعض الناس ما بيقولوا، ده كلام مش مظبوط علميا. والعلماء درسوا الحكايه دي واثبتوا ان هذا غير مخلق، ده من صنع التحور، وحصل التحور دول في الخفافيش برضو، وبعدين انتقل للإنسان وبقى مفيش لازمة للخفافيش عشان تنقل المرض، بيتنقل من الإنسان إلى الإنسان. فده فعلا اتسمى غير كوفيد 19 سارز 2 أو سارز 2. فهو زي سارز الأولاني بس تحور، ونتج عن تحوره إن احنا ما عندناش فاكسين وبقى أشد. كل ما الفيروس بيتحور في أغلب الأحيان بيبقى عنده قدرة على التكاثر أكتر، قدرة على العدوى أكتر. والعلماء ما زالوا بيدرسوا الموضوع ده. موضوع الكورونا ده زي ما قلت لحضرتك 31 ديسمبر ده ابتدى، تم عزله، وبعدين في يوم 10 يناير 2020 الصين قدرت تفك الشفرة الجينية. وده مهم ليه؟ بدنا فكينا الشفرة الجينية هنقدر نطلع الفاكسين. وعشان كده احنا بقى بعد كده هنتكلم على الفاكسين، لكن طب دلوقتي خلال عايز اقول دكتور هشام عشان دي هتبقى حاجة كل اللي بيسمع حضرتك عايز يسأل عنها او محتاج يعرف المعلومة دي دلوقتي. توقع وخبرات دكتور هشام الخياط العلمي.